خليك مع الله، مالك رب سواه، واطلب نوت غسال Return to Allah. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله. بتحية الإسلام يحييكم مشاهدين الكرام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يسير مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ رسالة إلى عمر، فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ وضع يده الشريفة في يد عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب أحس بقول النبي أو بإرادة النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: وأنا أحبك يا رسول الله. كيفاش فهم سيدنا عمر اللي رسولنا عليه الصلاة والسلام يحب يقول له راني نحبك يا عمر؟ فليس التعبير عن المحبة فقط بالكلام، ممكن كذلك الأفعال والسلوك تدل على المحبة، والنبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذا المعنى: إذا أحب أحدكم أخاه فليقل له إني أحبك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يطبق ما يقول، فعمر بن الخطاب جاوبه مباشرة كذلك: أحبك يا رسول الله. النبي الآن عليه الصلاة والسلام يريد أن يمتحن عمر، فقال: يا عمر، أتحبني أكثر من مالك؟ سيدنا عمر جاوب بطريقة مباشرة، قالوا: طبعا يا رسول الله أحبك أكثر من مالك، شنو هي قيمة الفلوس أمامك يا رسول الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يزيد يصعد أكثر في امتحان المحبة، فقال له: أتحبني أكثر من أهلك يا عمر؟ فقال عمر: والله إني أحبك أكثر من أهلي. أنا نحب الآن وأنا قاعد نحكي لك في الحكاية نحبك تعيش كأنك في مكان عمر بن الخطاب، وأنت فعلا تحب النبي عليه الصلاة والسلام وتقول له: يا رسول الله راني نحبك، والنبي يسأل فيك: تحبني أكثر من مالك؟ نحب نسألك فعلا، هل النبي عليه الصلاة والسلام أعز عندك من مالك؟ هل أنت مستعد تضحي بمالك من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل أنت مستعدة أنك تضحي بمالك وبولادك وبعيلتك من أجل الحبيب عليه الصلاة والسلام، من أجل هذا الدين، من أجل هذا الوطن؟ وعمر كان واضح، قالوا: نعم. ممكن واحد يسألني يقول لي: طيب، وباش عرفت أن سيدنا عمر صادق؟ مش نشوفه كيف سيدنا عمر صادق ولا؟ النبي عليه الصلاة والسلام سأل سؤال ثالث، قال: يا عمر، أتحبني أكثر من نفسك؟ فسكت عمر. ريت صدق سيدنا عمر؟ كان نجم يقول له: هي نحبك أكثر من نفسي. سيدنا عمر قال: لا يا رسول الله، والله إني أحب نفسي أكثر منك. ما أكثرش من هذا الوضوح. فلوسي يا رسول الله ما عنده حتى قيمة قدامك، أهلي ما عندهم حتى قيمة قدامك، لكن يا رسول الله سامحني، راهي نفسي أعز، نحبها أكثر منك يا رسول الله. تخيل معايا النبي شو يقول له؟ ليش يقول لعمر بن الخطاب؟ قال له: ما زلت لم تؤمن يا عمر. يا الله، ايش معناتها؟ يعني عمر مش مسلم؟ لا لا لا، مؤمن. ولكن قيمة عمر من نجم كان يكون مؤمن 100%، من نجم شخصية كعمر بن الخطاب يكون مؤمن 70-80%، لا لا لا. فالنبي عليه السلام كأنه يحب يبلغ له هذه الرسالة: لا لا، كمال الإيمان ما زال يا عمر، ما دام ما زلت تحب نفسك أكثر مني يا عمر ما زلت لم تؤمن. حزن سيدنا عمر بن الخطاب، كيفاش أنا عمر يقول علي النبي عليه السلام ما زلت لم تؤمن؟ لا لا لا، فما ناس ما ترضاش انها تكون في الصف الثاني، ما تنجمش. اما نكون انا في الصف الاول من اجل هذا الدين، من اجل الوطن، من اجل المجتمع، من اجل الفقراء، من اجل اليتامى، من اجل المساكين، ولا ما نكونش؟ ما يرضاوش بالصف الثاني والصف الثالث والرابع. لا لا، امه عظيمه، رسول رب جيل، رسولنا عليه الصلاه والسلام خرج 7000 راجل قيادي وخرج 1000 امراه قياديه في مجتمع كان متخلف يرعى الأغنام ويعيش في الخيام والقوي يأكل الضعيف، ردهم ناس خريدة، رد قيادات، خرج قيادات النبي عليه الصلاة والسلام. عمر حزن. عبد الله بن عمر هو الذي يروي الحديث، شو يقول لنا؟ يقول: تنحى والدي، بعد شوية وقعد يخمم، ثم عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، والله أنت أحب إلي من نفس التي بين جنبي. يا سلام، بكل صدق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الآن الآن يا عمر، توا أنت اكتمل الإيمان، الآن الآن يا عمر. طيب، واحد ممكن يتساءل يقول: كيفاش أنت قلت لنا كان معاه وبعدك تنحى ثم عاد وقالوا كيفاش
استطاع عمر أنه يغير أحاسيسه ومشاعره ووجهها كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحب نفهمه. سيدنا عبد الله بن عمر مش يسألبه، قالوا يا بابا كيفاش، فهمنا علمنا. قالوا يا بني عندما تنحيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت نفسي شكون بش ينفعك يوم القيامة، نفسك ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شكون صاحب فضل عليك، نفسك ولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي رجع لك إنسانيتك؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام هو وضح لك طريقك؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام هو ورانا منهج السعادة؟ مش رسولنا عليه الصلاة والسلام هو علمنا كيفاش نعيشه؟ مش هو الذي أخرجنا من ظلمات الجهل إلى نور العلم؟ مش هو الذي أخرجنا من ظلمات الذلة إلى نور العزة؟ مش كنا أمة خارج التاريخ؟ مش هو اللي رجعنا أمة عزيزة وكريمة وأصبحت عندنا كلمة مع بقية الأمم؟ ماذا كانت الأمة العربية قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما كانش القوية؟ ما كناش نأدو في بناتنا؟ ما كانوش نهمسوا في إنسانا؟ ما كانتش المرأة ما عندها حتى قيمة، حتى الإرث ما تارثش؟ ما كانتش المرأة تتورث هي في حد ذاتها تتورث؟ بالله شكون رفعنا قيمتنا؟ وشكون رجعنا عزتنا وكرامتنا لولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ وين احنا اتباعنا لرسولنا؟ وين حبنا لرسول الله؟ نحب نسأل انت اللي تسمع، هل فعلا النبي عليه الصلاة والسلام احب اليك من نفسك؟ بالله رسولنا عليه الصلاة والسلام كي تتمس سنته ولا تمس دينه تشعر بالاذى؟ كي ترى واحد من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام يهان تشعر بان اهانة لك انت في حد ذاتك؟ شنو هو قيمة النبي في قلبك؟ شنو هي مكانة رسولنا في قلبك صلى الله عليه وسلم؟ أنا متأكد اللي مكانته عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ربانا، هو الذي أخرج هذا الجيل. خلينا نشوفوا الصحابة كيفاش كانوا مع رسولنا عليه الصلاة والسلام. خلينا نشوفوا سيدنا أبو بكر وهو داخل مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار ثور، وهم مهاجرين من مكة إلى المدينة وقريش كلها تلوج على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أتى بمحمد صلى الله عليه وسلم حي أو ميت فله 100 ناقة. الناس كل تلوج، ثروة عظيمة. الناقة كانت كأنك تحكي على مرسيدس ولا تحكي على بي ام دبليو في، حاجة عظيمة. 100 مش واحدة. قريش كلها خرجت وتلوج وتحب تأتي برسول الله. ويدخل النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا أبو بكر إلى الغار، ولكن سيدنا أبو بكر يمنع النبي من الدخول. دخل هو قبله. علاش؟ خايف لعل في هذا الغار لا قدر الله فماشي عقرب فماشي أفعى. فبدأ يبحث وينظف المكان، فلقى شقوق داخل الغار ممكن أن تكون مخبأ للعقارب أو للأفاعي، فبدأ يقطع في اللباس متاعه وسد في الثغرات هذه، حط اطمئن على كل الثغرات. فقل للرسول تفضل الآن ادخل يا رسول. تخيل شوف قيمته، في قيمة النبي في قلب أبو بكر، تجي فيا ما تجيش فيك يا رسول الله، أنا نتأذى وأنت لا، أنت كل شيء في حياتنا يا حبيبي يا محمد يا رسول الله. قعد سيدنا أبو بكر والنبي تعب، حط رأسه على فخذ سيدنا أبي بكر. هنيئة لهم الصحابة، الحم يمس في الحم، الروح تمس في الروح. فلاحظ سيدنا أبو بكر أنه فما شق من الشقوق ما خبهوش ما سكروش، فش يعمل؟ حط ساقه. وشاء ربك سبحانه وتعالى أن تكون هناك عقرب. ولسعد سيدنا أبو بكر الصديق، شو يعمل؟ خايف لا يجبد ساقه من الألم فيقوم النبي، لأن النبي حدد رأسه على الزاق سيدنا أبو بكر. شعمل شدها، قوى على نفسه، قوة الألم خلته يبكي، بدأت دموع هابتة من خد سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حتى نزلت على وجه النبي فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. خير يا أبو بكر شو؟ قالوا لا 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 يا رسول الله، أرقد أرقد، شبيك لا باش بك تبكي؟ لا لا يا رسول الله، عقرب ضربتني. عقرب ضربته، المهم أنت ما تتأذيش يا رسول الله، ما نحكيوش على النمالة، ما نحكيوش على نحلة، نحكيو على عقرب. والراجل صامد، المهم نبينا عليه الصلاة والسلام مش ما يتأذاش، ما يقومش من نومه. وخرجوا مع بعضهم من بعد، والنبي عليه الصلاة والسلام جاه النوم في الطريق ورقد. سيدنا أبو بكر جاب له حليب، لقاه راقد صلى الله عليه وسلم، حبش يقيمه، قعد واقف قدام راس النبي صلى الله عليه وسلم، حبش يحرمه من نومه. من بعدين هم مواصلين الطريق، مرة سيدنا أبو بكر يجي قدام النبي، مرة وراه، مرة على يمينه، مرة على يساره، والنبي بكل ثبات ما تحركش. بعد سألوا قالوا شو تعمل أبو بكر؟ قالوا يا رسول الله خايف لا يجوك من تالي، نجي وراك، مش تجي فيا وما تجيش فيك يا رسول الله. بعد نقول لعل يعملوا له
فخ من الامام نمشي انا ونقول خلينا نتيح في الفخ ونقع في الفخ المهم رسولنا الله. بعد نخاف يجوك على اليمين نمشي على يمينك رسول الله. شو علي اي حب هذا يا الله. في غزوه احد النبي عليه الصلاه والسلام ينسحب ومع ما حتى حد بقى معه كان سيدنا طلحه. واحد من المشركين يحاول يضرب النبي عليه الصلاه والسلام بسهم ما فاقش النبي ما لاحظش. سيدنا طلحه راس سهم عرض يده شلت يد سيدنا طلحه دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي رجال هؤلاء. سيدنا سعد بن ابي وقاص بعد عود طلع النبي عليه السلام كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رامي يرمي هو يرمي والنبي هز راسه باش يشوف السهم جا في بلاصته ولا. فسيدنا سعد يخاف يهبط راس الرسول يقول له نحري دون نحرك يا رسول الله، انا نموت وانت لا يا رسول الله، انا نتقتل وانت لا يا رسول الله. في نفس الغزوه يلقى يتلفت النبي عليه الصلاه والسلام هو يقول ما التفت يمينا ولا يسارا الا وجدت ام عماره تدافع دوني نسيبه بنت كعب. حتى لين ضربت على يدها وطاحت ما عادش نجم تقاوم وهي تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلقات عبد الله بن قمئة يريد أن يقضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي طايحة بالدم عودت قامت هز السيف تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول لها النبي عليه الصلاة والسلام من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ تقول من أجلك أطيق وأطيق وأطيق يا رسول الله. ناس أعطت دمها لرسولنا عليه الصلاة والسلام، ناس أعطت روحها لرسولنا عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس يبخلوا حتى بفلوسهم حتى بجهدهم. فيقول لها يا أم عمارة تمني علي الرسول، يقولها تمني رئيس الدولة، يقولها تمني شنية أمنيتك يا أم عمارة؟ فتقول له يا رسول الله مرافقتك في الجنة. شوف حتى أحلامه وأباه، خذ قطعة أرض، خذ دار، خذ حديقة غناء، استمتع أنت ولادك أم عمارة، راك ضحيت ودفعت. مش هذا هدفي، نحب نكون في جواره مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. قالها لك ذلك يا أم عمارة، هنيئا لك يا أم عمارة، صح عليها جارة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. يا سلام. خلينا نشوف آخر لحظات اللي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام في حياته والنبي على فراش الموت وحاتت راسه صلى الله عليه وسلم على صدر السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. يدخل جبريل عليه السلام يقول له يا محمد معي على الباب ملك الموت ويستأذن ولن يستأذن على أحد من بعدك. اللحظات الأخيرة يا رسول الله بشي ودعنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبنا عليه الصلاة والسلام شي ودع هذه الأمة. يقولوا ائذن له يا جبريل ويدخل ملك الموت. فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تبكي يا رسول الله؟ مش هذه اللحظات اللي كنت تتمنى فيها حياتك كاملة؟ مش هذه اللحظات اللي بشتقابل فيها رب العزة؟ لماذا تبكي يا رسول الله؟ ايش قال سيدنا عليه الصلاة والسلام؟ قالوا يا جبريل من لأمتي من بعدي؟ يبكي من أجلك، يبكي وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يشوف حال المسلمين الآن، يبكي وكأنه يشاهد ماذا يحدث لأبناء المسلمين، كأنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يحدث لنساء المؤمنين. قدش تعب وقدش تألم صلى الله عليه وسلم. ففاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه، وإذا بأمنا عائشة تصيح مات رسول الله، مات رسول الله. فيهتز المسجد، الناس كل تتباكى، سيدنا عثمان جن، الناس خلوه هبل، يقوم يجري 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 حتى يصل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يجلس ثم يقوم ثم يذهب إلى آخر المسجد. علي بن أبي طالب يحب يقوم يحب يثبت يحب يدخل ما نجمش، يسخاله وتشل. عمر بن الخطاب خرج السيف متاعه وبدأ يصيح، قال من قال محمد قد مات قطعت عنقه، بل هو ذهب كما ذهب موسى عليه السلام ليلقى ربه، ثم سيعود ليقطع كل لسان منافق يقول بأن محمد قد مات. حتى يأتي أبو بكر الصديق ويدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له تبت حيا ومية يا رسول الله، ويعانق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينظر إليه مرة أخرى ويقبله صلى الله عليه وسلم ويقول هذه الموت التي كتبها الله عليك. ثم يخرج الصديق كما تعلمون ويقول بأعلى صوت من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ويأتي أول أذان وأول صلاة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ويطلع سيدنا بلال رضي الله عنه كي يؤذن، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد، ويبكي رضي الله عنه وأرضاه.
ثم ينزل. ويستأذن أبي بكر الصديق، قل يا خليفة رسول الله أذني بالرحيل، لا أستطيع أن أبقى في هذه المدينة، كل شيء يذكرني برسول الله، أطفالها، أشجارها، حجارها، نساؤها، جدرانها. خرج وذهب إلى الشام، وفي ليلة من ليالي الشام رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: ما هذا الجفاء، ما هذا الجفاء يا بلال، أما اشتقت لنا؟ يقوم سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه، يأخذ ما يستطيع ويعود مباشرة إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. أين يذهب؟ أين رائحة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيذهب إلى ريحانة النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت الحسن والحسين، يصل إلى هناك قبيل صلاة الفجر، يعانق الحسن والحسين، يشم رائحة الحسن والحسين، هو يشم رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الحسن والحسين: يا بلال أذن لنا لصلاة الفجر. قال: لا أستطيع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ستحرك المشاعر يا بلال، وتحت طلب الحسن والحسين يؤذن. فيقول المدينة الكل راقدة، وإذا بصوت بلال مرة أخرى: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد، ويتوقف مرة أخرى. تسيقظ كل المدينة على صوت بلال، بماذا يذكرهم؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسول الله، أرسول الله بعث من جديد، لأنه بلال يؤذن. خرجت كل المدينة. يقول أنس بن مالك: ما رأيت المدينة تبكي كذلك اليوم منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل المدينة خرجت وكأنها ترى في رسول الله، تعانق بلال، وكأنها تقول: كأن محمد قد عاد من جديد. هذا محمد في قلب أصحابه، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان مع أصحابه، وهكذا حب الصحابة لرسول الله. أين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا؟ طيب ما هو واجبنا؟ على الأقل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نتعرف عليه وحتى نحبه أكثر. ربنا كما بلغتنا رمضان فاعتق رقابنا من النيران، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وأصحاب الفضل علينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وحتى ألقاكم في لقاء آخر، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خليك مع الله، ما لك رب سواه، واطلب ناطق سالغفر، return to Allah، ناطق الله. خليك مع الله، ما لك رب سواه، return